بطاقه قوميه ماجستير حكام الشركات وحضر دراسات قطاع في حكام الشركات. طبعا احنا الاداره القوميه اداره داعمه لجميع الهيئه والعميل للهيئه، فيمكن ما يكونش عندي فكره معينه للتطوير او مشاريع معينه اقدمها، ولكن يبقى عندي فكر التطوير او ازاي ادعم ادارات الهيئه بحسن سير ادارات الهيئه. انا عندي الحوكمه اللي هي دلوقتي بقت واخده منحى عالمي في وفقا لتوصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالنسبه للشركات القطاع الخاص، وهي معموله اصلا للشركات القطاع الخاص، ان فكره الحوكمه قائمه على ان مجموعه الملاك للشركه بتوكل عنهم مجلس اداره هو القله في الحفاظ على الاسهم، بيكون هو المسؤول عن تطوير الشركه وعن اداره الشركه. مجلس الاداره ده كان ممكن ياخد الشركه لمنافع شخصيه بتاعته بما يخدم النواحي الشخصيه بتاعته، الى ان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حط قواعد يحكم اداره الشركات. واحنا بنتكلم النهارده على شركات مالتي ناشونال، شركات عالميه يمكن تكون الدخول بتاعتها بمليارات الدولارات، يمكن الراس المال او قيمه الشركه بتساوي ميزانيه عده دول، سواء في افريقيا او في اسيا او في امريكا اللاتينيه. فبالتالي كان في اهميه ان يبدا ان القانون يحمي صغار الشركاء او صغار المساهمين من تصرفات مجلس الاداره. الفكره ديت انتقلت مؤخرا في 2014 الى العمل الحكومي بعد ازمه اليونان. احنا نفتكر في 2014 حصلت في اليونان ازمه كبرى، كانت اليونان على مشارف الافلاس نتيجه ان القوائم الماليه اللي بتقدمها الحكومه اليونانيه للاتحاد الاوروبي غير منضبطه وفيها مشاكل كثيره، وكان سعر العمله اليوناني في دوله اليونان البنك المركزي بيعمل له عمليه اسناد. فلما حصل انهيار اليونان الاقتصاد اليوناني وكانت هيترتب عليه انهيار الاتحاد الاوروبي كله، لدرجه ان الاتحاد الاوروبي دعم اليونان ب 450 مليار دولار، ده رقم كبير جدا ده، غير ما اليونان قدرت تقوم على رجليها بشويه، نشأت فكره حوكمه الادارات الحكوميه. ان ازاي ان انا اخلي الادارات الحكوميه تلتزم باحكام القانون واحكام المبادئ الرشيده اللي هي عباره عن النزاهه والتجرد والحياديه وعدم الكونفليكت اوف انترست اللي هو عدم تضارب المصالح. الكلام دوت لما انا وضحت بالنسبه للشركات بيكون على مجلس الاداره، ولكن بالنسبه للادارات الحكوميه بيبدا من الموظف او بتاع الاداره التنفيذيه. لذلك في قانون الخدمه الدستور المصري والامم المتحده وقانون الخدمه المدنيه نص على حاجه جديده اسمها مدونه السلوك الوظيفي. مدونه السلوك الوظيفي هي بتتكلم ان الموظف يتعامل في المال العام معامله الحريص على ماله الخاص. بمعنى مش لازم ان انا يكون الموظف اخطا في حكم القانون او اخطا في تطبيق القانون عشان يكون مخالف. لا، ممكن يكون الموظف عمل اعمال من شانها ان هو اهدر فرصه استثمار المال العام او الانتفاع بالمال العام بشكل غير رشيد. فاتحطت مدونه السلوك الوظيفي سنه 2019 عن طريق وزير التخطيط، وده بمباركة يعني او تشجيع من الامم المتحده، ان هو مدونه السلوك الوظيفي تحكم العلاقه الوظيفيه ما بين الموظف والمرفق العام اللي هو شغال فيه حفاظا على المرفق العام. فانا النهارده بدعو يعني الى تطبيق مدونه السلوك الوظيفي وتعميمها على جميع موظفي الهيئه وعلى ادارات الهيئه حتى تكون حاكمه. يعني احنا يمكن تعرضنا لمشكله لما حصل ان احنا في بعض الزملاء ان هم حصل ليهم تحليل مخدرات وتناول مخدرات، ان مفيش نص في قانون الخدمه المدنيه بيبرم هذا الفعل، ولكن النص موجود في مدونه السلوك الوظيفي ونصوص كتيره موجوده في مدونه السلوك الوظيفي بيتخلي يعني عدم التضارب المصالح الموظف
اشتغل بيه. يعني مثلا موظف وهو شغال ممكن يكون بعت في موضوع ما 14 جواب للجهات، بس ال 14 جواب ما يخدموش الموضوع اللي هو شغال عليه. بالعكس ده هو قدام الجهات الرقابيه بيقدم نفسه ان هو ادى العمل المطلوب ليه وخلاص. هنا وفقا لدولة السلوك الوظيفي بنقول له لا، انت ما عملتش حاجه، انت مخطئ برضه، لانك ما اديتش العمل بما يتلائم مع التجرد والنزاهه والشفافيه. وديت محاور الحوكمه، التجرد والنزاهه والشفافيه وتجنب تعارض المصالح، هي ديت قواعد واسس الحوكمه الرشيده التي بناء عليها يبدا ثقه المتعاملين مع الادارات الحكوميه تبقى موجوده. محور ثاني بتكلم فيه عن قانون الصيد. انا عندي قانون الصيد بيتكون من 63 ماده محطوطين في سنه 1983. انا بلاقي ان اقصى عقوبه بتفرض على المركب المخالف هي كعقوبه ماليه 500 جنيه. في سنه 2020 اقصى عقوبه ماليه المحكمه بتفرضها على المركب المخالف 500 جنيه. يا ترى ايه بقى المخالفه اللي اتفرضت عليها 500 جنيه ديت؟ المخالفه ديت يعني للاسف اللي هي القاء مواد سامه او مفرقعات في المياه البحر، اللي هو بيهدد البيئه البحريه وبيدمر البيئه البحريه بشكل تام. فهي دي المخالفه 500 جنيه. المركب الاجنبي اللي بتنتهك سيادتي وارض والمياه الدوليه بتاعتي وتيجي تصطاد جوه المياه البحريه بتاعتي، بلاقي ان القانون قال لها تدفعي كام؟ من 5 ل 10,000 جنيه. طبيعي قانون محدود سنه 83 بيتكلم على القيم ديت المدنيه ديت. للاسف قانون الصيد لما اتحط او لما المشرع كان بيوضع قانون الصيد، انا اظن ان هو كان كل هدفه هو حمايه صغار الصيادين. ما كانش في هدف وضع القانون ان هو يحول الاستفاده من الثروه السمكيه اللي هي عباره عن ثروه طبيعيه غير محدوده قليله التكاليف الانتاج. يعني انا لما بحاول افكر فيها مقارنه بالقطاع البترول، انا عشان اخرج برميل بترول فيه 159 لتر بترول عشان اطلع منه اعلى حاجه فيه اللي هو بنزين عالي الاكتان، مليارات الدولارات ومليارات الجهات المراجعه والبحث بتشرف على منصه البترول عشان اطلع لتر بنزين في 6 جنيه. في حين انا عندي لو انا احسنت الاستثمار في مجال الثروه السمكيه وخليت ان الشركات الاستثماريه تكون مراكب تقدر تصطاد في المنطقه الاقتصاديه الخالصه بتاعتها. انا النهارده اليونان وتركيا وقبرص عمالين مشاكل غير طبيعيه بينهم عشان مش عارفين يحددوا المياه الاقتصاديه. انا عندي مياه اقتصاديه خالصه لا احد يعترض يعني يقف ويصادي فيها. فليه ما يكونش اقدر اشجع مجال الشركات الاستثماريه ان هي تعمل مراكب قادره على الصيد في اعالي البحار في المناطق الاقتصاديه بعيده عن المياه الاقليميه. المياه الاقليميه للصيادين العاديين. احنا تراخيص مقفوله، التراخيص الجديده مقفوله عندي من 2004 عشان لو نعم في من 1992 انا بقول مع 94 اللي هي تمام و 2004 ما قفلتش كل التراخيص. تمام طيب 2004 انا قفلت كل التراخيص عشان استنزاف المخزون السمكي اللي هو في المياه الاقليميه مش مياه اقتصاديه. ليه ما تفتحش؟ ليه ما تصدرش قرار ان هو اللي عايز يصطاد في المياه الاقتصاديه يكون ما هو الفكره ان احنا نطور من الموضوع بدل ما يكون 5 يبقوا 10 يبقوا 20. زي ما قلت ساعتك انا كيلو التونه اللي بتتباع في اليونان ب 30 دولار بيساوي برميل بترول. في حين انا عشان استخرج الكيلو التونه ده او كيلو السمك ده كل اللي انا محتاج ان انا احافظ بس على الثروه الطبيعيه، مش محتاج ان انا اعمل لحامين تحت الميه ولا طيارات هليكوبتر. كل اللي محتاجه ان انا احافظ على الثروه الطبيعيه بتاعتي انميها. ده كان تعريف. طبعا
مشكله القانون 63 ماده لائحه تنفيذيه خاصه ب 33 ماده، وده بخلاف كل التشريعات. كل التشريعات بيكون العكس، القانون بيبقى قليل، اللائحه التنفيذيه هي موادها اكتر، اللائحه التنفيذيه سهل تغييرها، اما القانون فصعب تغييرها. احنا عندنا العكس للاسف، من 33 ماده بتوع اللائحه التنفيذيه كلهم بيتكلموا على رسوم صيد 5 يعني 5 جنيه و20 قرش و75 قرش وارقام في منتهى الاغراء. اخر حاجه، اخر محور بحب اتكلم فيه وهختتم بيه ان شاء الله، التحول الرقمي. طبعا التحول الرقمي بالغ الاهميه، اساسا حضرتك في دقيقتين بس اشرح التحول الرقمي. انا كان عندي الاول في قانون الاثبات المستند هو اللي يثبت الحق الموجود او غير موجود. النهارده في سنه 2004 نشا قانون التوقيع الالكتروني، خلى ان الايميلز الاوثورايزد من الجهه تعتبر حجه على الكفه، وبالتالي انا مطلوب من الهيئه ان هي تعمل لكل موظف ايميل عشان تقلل استهلاك الجهد والوقت والجرء المستهلك في التصوير. يعني انا عندي مثال بسيط، ان هو لو انا اداره، لو دمياط مثلا بعتت لي جواب ب 30 ورقه تصوير، موظف بيكتب بيحولهم مدير اداره بيمضي، مدير اداره بيحولهم مدير عام بيمضي، لوكيل وزاره بيمضي، كل واحد الله اعلم موجود او مش موجود، بيروح السكرتاريه بيتأيد، بيروح الارشيف، بيجي القاهره، بيتود سلسله طويله جدا. جواب عبال ما يجي بقى فيه 10 ايام، عبال انا ما ارد عليه واوديه للاداره الثانيه مثلا عشان يوافيني، فيها 20 يوم كمان. ده كله عشان جواب كان ممكن يتعمل ب بمقتضى التحول الرقمي بايميل اوثورايزد لكل موظف، ان هو فورورد سي سي فورورد يخلص في نفس اليوم، ويبقى وفرت الوقت والتكاليف والورق. شكرا دكتور صلاح، شكرا.